بمناسبة آخر موضوع بقى، هل حصل بينك تواصل بين محمد الشرباجي بعد قراره؟ يعني انا شايفه ان هو حر الحقيقه، ده قراره وهو المسؤول بيه، واكيد برضو في ناس معاه وفي ناس ضده، وفي ناس شايفه ان عمره ما حد يعمل كده، وناس شايفه انه ممكن يعمل كده، بس انا شايفه بصراحه هو قرار محمد بس، وهو الوحيد اللي يقدر يتكلم في الموضوع ده، والوحيد اللي يقول هو كان شايف الموضوع ازاي، وفي الاخر ده قراره هو، يعني هو محدش يقدر يقول حاجه تانية غيره. يعني يمكن محمد طبعا حقق بطولات كتير لمصر، بس هو الكلام دلوقتي بقى ان لو الموضوع ابتدى يحصل على الناشئين، شايفة ان ازاي ممكن يتم علاج الموضوع ده؟ يعني هو برضو محمد زي ما تقول هو لعيب كبير وحقق كتير جدا في حياته في السكواش، فزي عشان كده بقول هو حر يعمل اللي هو عايزه او اللي هو شايفه صح بالنسبة له يعمله، بس بالنسبة للصغيرين بالعكس انا شايفة ان احنا اكيد من السن ده نقدر نشوف فين المشكلة اللي بتخليهم يعملوا كده، او ان هم يحبوا ان هم يروحوا بلد تانية او يلعبوا في بلد تانية، نحاول ان احنا نعالج ده او نشوف ايه مشكلتهم، زي اللي برضو بيروحوا عايزين يخشوا جامعة برا، فهم ليه بيحبوا يخشوا جامعة برا، نشوف ايه المشكلة نخليهم يفضلوا في مصر ويلعبوا السكواش في مصر ويخشوا ويتعلموا في نفس الوقت. فأعتقد ان احنا محتاجين، او معرفش بقى مين بالظبط في المسؤولين، بس على الاقل يبقوا قريبين شوية من السن الصغير ويشوف ايه المشاكل اللي فيهم ويحاولوا يعالجوا كل ده. يعني يمكن الناشئين دايما بيبقوا مميزين، بيجي لهم منح دراسية برا مصر، هل فعلا جاتلك منحة وانت رفضتيها، وكان ايه سبب الرفض ده؟ كان سبب رغم ان انا كنت بالنسبه لي عايزه العب سكواش اكتر، وده كان هيأثر شويه لو كنت سافرت، كان هيأثر شويه على كارير السكواش، وفي نفس الوقت كنت بالنسبه لي هنا كانت فرصه ان انا بتعلم اللي انا عايزاه، وفي نفس الوقت بلعب، وكان موفر لي كل حاجه، فكان كنت حاسه ان انا هقعد هنا واتعلم كويس، وفي نفس الوقت بلعب سكواش كويس، وعندي الوقت ان انا اسافر والعب بطولات كتيره. يعني انت شايفة المنحة دي بتفيد اكتر اللاعب ولا البلد اللي هو رايح يلعب لها؟ اكيد بتفيد الاثنين، يعني اكيد البلد بتستفاد طبعا، ان بيبقى فيه لعيب عندهم جاي من مصر، اللعيب ده بيبقى كويس بيلعب لهم في الدوري عندهم في اي بلد بيروحوها، بيقعد عندهم 4 سنين، متبقاش فيه لعيبه كتير قوي ممكن ما ترجعش، بتفضل مكمله هناك، مكمله في ايا كان هتلعب سكواش او مش هتلعب سكواش تاني، فاكيد البلد بتستفاد طبعا، يعني اللعيب بيستفاد، بس في الاخر هو بيبقى قراره قرار صعب، يعني ان هو يختار هو عايز يعمل ايه بالظبط. يعني هل فعلا وقتها امريكا عرضت عليك انك تلعبي باسمها وانتي رفضتي؟ انا مش كان عايزين اروح الجامعه هناك، بس انا كان بالنسبه لي ده كان عرض مرفوض، ان انا كده كده هبقى قاعده في مصر وهدرس هنا وهتمرن هنا، فما كنتش اي حاجه كنتش هسافر فيها، يعني كنت هفضل هنا يعني.